اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده ببساطه وسهوله هنعمل اكلات بسيطه، ولكن عايزك تخش المطبخ وتحط في الاعتبار ان الماتيريال بتاعك في متناول الجميع. معانا بتنجان النهارده، هنعمل طبق فته جميل جدا بالبتنجان واللحمه المفرومه. دي مدرسه، الطبق دي في كل حاجه، في البتنجان بروتين والياف لطيفه، في طحينه، في زبادي، في لحمه مفرومه، يعني مكونات الطبق عيش مقرمش او محمص، مكونات الطبق تغنيك عن اي حاجه في السفره، ولكن لازم يكون موجود طبق سلطه. معانا لحم النهارده ممكن نعمله شيش كباب او كباب حله، الاثنين واحد مع بعض. الكباب الحله اللي هو بيتعمل في حله، والشيش كباب بيتعمل في الاسياخ. معانا فراوله، هنعمل مافن الفراوله النهارده عشان اطفالنا الحلوين بيحبوا الفراوله. الفراوله انا من الناس لما اجي اكلها يحط عليها سكر يا عسل، ما اقدرش اكلها لوحدها، شويه حموضه. في البعض بياكلها، انا احب دايما اكلها جوه الكيكه، جوه الكب كيك، جوه المافن، بيبقى طعمها حلو، بتاخد قرفه، بتاخد فانيليا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. عدل السفره بتاعتي دي شويه رز بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. عدل الشيش كباب بتاعنا او الفته بتاعتنا يتطلب جنبها شويه رز. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان ببساطه بمقادير قليله وبتكلفه قليله تخش المطبخ تعملي اكل بفكر تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل مافن الفراولة بمدرسة تانية. أنا معايا عود نعناع أخضر حلو كده، على ما نشوف مع بعض مقادير المافن على الشاشة. فراولة، دي بيكن باودر، بيض، سكر، حليب، زيت. المقادير على بالكوب على الشاشة. أقول تاني المقادير لحضراتكم ونكتبها ورا بعض. كوبايتين من الدقيق أو ثلاث كوبايات حسب حجم المافن اللي هنعمله. معانا ثلاث بيضات، معانا نص كوب من السكر، معانا فانيليا، معانا بيكنج باودر، معانا فراوله، معانا ورقتين نعناع اخضر زي الفل، ومعانا قوالب الكب كيك الجميله الحلوه، شكرا يا درش. كل دول مع بعض، ومعلقه خل ابيض في الماديه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مهم جدا وانا بعمل المافن احط في الاعتبار ان المافن ده حاجه قريبه وبنت عم الكب كيك، ولكن بتبقى فيها الفواكه كتيره وبتبقى في تركيز شويه في الفواكه، سواء بنعمله بالتوت او بالبلوبري او بالتفاح. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه معايا نعناع اخضر، ودي حاجه جديده. باخد الثلاث بيضات الحلوين دول، البيض يطلع من الثلاجه قبل التشغيل ب 10 دقائق او ب 15 دقيقه في ايام الشتاء بالذات عشان يبقى معانا بالشكل ده كده حلو قوي. بنحط على البيض ده يا شيف بوغازة علشان يتخفق بسرعة. بنحط السكر، حلو قوي. بيسألني المخرج انت حاطط نعناع ليه؟ هو انت بتخترع وخلاص؟ طب ما تظبط تشوف النعناع ده هيعمل ايه في الاخر. انا معايا فراولة، يا سلام لو بتعملي السموز الفراولة وتحط ورقتين نعناع مع السموز بتاع الفراولة، موضوع تاني زي ما انا بعمل كده. ده بيض. انا بس هنا بقولك ان المطبخ ده ما هوش لا قانون ولا دستور ولا له قاعدة. حب، معاكي مفاتيح السعاده في جيبك، مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه والترابط الاسري بتيجي من اكله، والكلمه الحلوه بتيجي من اكله. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا حماتي، وهكذا. معانا البيض، معانا السكر، معانا نعناع اخضر بالشكل ده كده. حلوه، شايف القوام ده كده اهو. ده بيض، ثلاث بيضات عليهم كوب من السكر تقريبا، والورق النعناع الاخضر ده معانا، الفانيليا الطبيعي علشان زفاره البيض، بننزل بقى هنا كده زي الفل. معانا من الزيت نص كوب من الزيت، بالعيار كده زي الفل، وخلي ايدك عيار يا ست الكل.
يعني كده فلة. تمام، معانا معلقة خل أبيض بنحطها. بسم الله، بس خلاص. ونقلب دول كلهم مع بعض. لازمة الخل الأبيض إيه يا شيف؟ بيخلي لك المافن طري. ده المواد السائلة مع بعضيها. حلوة. معانا في المقادير سائل اللي هو الحليب، أو تحط مية اختياري. حطيت حليب بقت الدسامة كويسة والدسامة مركزة في المافن، حطيت مية قللت الدسامة شوية، وهكذا. نشوف المواد الجافة مع بعض، الدقيق والبيكنج باودر أهو مع بعض. أدي الدقيق بتاعنا، نوسع الدنيا كده زي الفل. نحط البيكنج باودر على الدقيق كده. دايما لما تستخدمي البيكنج باودر اعملي عملية تيست او تشيكي عليه، يعني البيكنج باودر ما يكون عندك في الادراج بتاعة المطبخ بقاله فترة طويلة، بدل ما تخسري الفراولة وتخسر البيض وتخسر السكر وبقية المقادير. الطبيعي انك تحط على البيكنج باودر ده شوية مية، فار معاكي في امان وسلام، هيشتغل معانا. ما فارش اعرف ان هو فيه رطوبة، مش لازم تاريخ الصلاحية يبقى ساري، انت حطاه في مكان فيه رطوبة مكشوف وهكذا. وبعدين حطيت البيكنج باودر على الدقيق، استخدميه على طول ما تسيبوش فترة طويلة. بالشكل ده كده. سوري، حطيت البيكنج باودر على الدقيق وحطيت السوائل على المواد الجافة، لازم تحطها جوه الفرن. ما يتسابش بره كتير. اتأكدت من تقليب البيكنج باودر للدقيق، وعندي الزيت مع البيض مع السكر، قلبناهم مع بعض. هنحط الحليب بتاعنا، شوية حليب بعيار الكوباية، تقريبا كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، ونقلبهم مع بعض. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد المواد دي كده وننزل نقلبها كده بالراحة، مش بالمضرب بقى. وهنحتفظ بشوية دقيق من دول، نقلب كده. حلو قوي. هتحتاج تاني يا شيف؟ تحتاج شويه كمان مع بعض. انا عايز دول، هنقول لحضراتكم انا عايزهم ليه، ونشيل المضرب ده ملوش عزم. واللي مش بياكل الفراوله هياكلها من النهارده، سواء مع المافن، سواء زي الشيف ما بيحبها يحط عليها شويه سكر كده وتبقى لطيفه وجميله. اعملي حسابك ان الفراوله فيها سوائل، فالعيار بتاع المافن لازم يكون الدقيق كده له قوام، ما يكونش خفيف، خلي بالك. شفت المقام ده؟ شايف الخضار هنا يا شفيق؟ شايف ورق النعناع الاخضر عامل عمايله هنا ازاي؟ التفاصيل هنا اهو. التفاصيل في الطاسه. حلوه. نخلي دول كده على جنب. ونشوف مع بعض الفراوله هنعمل فيها ايه، واحنا شغالين واحده واحده. سكينه صغيره كده. لطيفه وجميله. دايما احتفظ عندك بسكاكين صغيره لتقطيع الفواكه. ناخد شويه الدقيق اللي معانا دول كده ونقطع عليهم الفراوله بتاعتنا. نعم يا حبيب قلبي، نعم يا حبيبي، نعم. بقولي ليه حطيت دقيق على الفراوله؟ انا شايف توقعت انك تحط سكر. ما زي ما انت مخرج شاطر، انا كمان شيف شاطر. ان انا اغلف الفواكه الطازة أو الفواكه المجففة بكفر من الدقيق قبل ما أحطها في المزيج ده كده، بضمن إن الفواكه تغوص بداخل المافن أو بداخل الكب كيك أو بداخل الكيكة اللي بعملها، يعني ما تطلعش على الوش. شوية الفواكه دول كده بالشكل ده كده. ممكن نعمل ده بالتفاح، ممكن نعمله بالتفاح، ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمل ده بفواكه مشكلة، ممكن نعمله فواكه مشكلة بالشكل ده كده.
زي الفل. كمية فراولة على حسب استخدامنا، احنا معانا كتير يعني مفيش مشكلة، ممكن بقية الفراولة دي نجهزها ونحضرها ونعملها زي فروت سلطة كده أو سموزي ونقدمها مع المافن بتاعنا، مفيش مشكلة. والفراولة دلوقتي الموسم بتاعها حكاية. كفاية دول زي الفل، نقلبهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية الدقيق عندنا قرفة، ونحط شوية قرفة، وبقينا عملنا حلو مختلف. رحت على محل حلويات مش هتلاقي الحاجات ديت، قرفة ناعمة اهي. القرفة مع الفراولة حكاية، وده يعتبر حلو شتوي يعني، قرفة وفراولة كده. انا غلفت الفراولة بالدقيق. تمام، نبدأ نعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ نوزع مقادير المافن على الكب كيك، ونشيل ده من هنا كده ونجيب ده هنا كده، اللهم صل على النبي، ونبدأ نشتغل مع بعض. بولة فيها قليل من الحليب، ومعلقة معانا، ويبقى انت كده دخلت المطبخ بشطارتك وبشقاوتك قدرت تعملي ايه؟ حاجة جديدة. حلو، نفس القصة. كده نفس القصة. نفس القصة. ليه بتحط المعلقة في الحليب؟ عشان الخليط ما يمسكش فيها، يبقى بالشكل ده كده. لازم حليب يا شيف؟ يعني الحليب علشان تبقى الطعم هنا ما يفصلش معايا. يا حليب يا زيت. زي الفل، كمل واحدة. ممكن ننزل بدي كده كمان واحدة. معانا الصورة حلوة كده، كمان واحدة. ممكن نعمل قالب كبير على فكرة. يعني ايه يا شيف؟ يعني لو عايزة تعملي قالب صغير او قالب كبير بالشكل ده كده. معرفش النوعية اللي جايبينها دي فيها ورقة سلفر وورقة زبدة، الاتنين مع بعض. حلو بالشكل ده كده. حلو، يا نعم. لا زي الفل، احنا مع بعض اهو، احنا مع بعض يا كبيرة. معانا الفراولة. حاضر يا فندم، نحط الفراولة دي كده بالشكل ده كده، كأنك بتعملها بالتوت. فراولة هنا كده. وترص الفواكه عليها، سواء فراولة سواء تفاح بالشكل ده كده. ممكن تعملها بالتوت على فكرة، ممكن تعملها بالبلوبري. حلو قوي، زي الفل. نعمل حاجة تانية لطيفة كمان بنفس الكمية دي، بنحط كده من الخلطة دي فوق كده شوية، نفس الموضوع اهو، نفس القصة. شوية حليب، ودخلت المطبخ بتاعي بمقادير في متناول الجميع، عملت حاجة جديدة لأولادي. لو رحت على محل حلويات من المشهورين أو مش المشهورين، أيا كان محل حلويات، مش هتلاقي الحلو ده عنده خالص في الباترينا، هتلاقيه عندك أنتوا بس. بغطي الفراولة اللي أنا حطيتها دي بقليل كده من الخليط بتاعي.
انا عجبني قوي على فكره، ولقيتني النعناع اللي حطيتهم ما كانوش على البال ولا في المقرر ولا موجوده في البادير، بس مخرجنا قال لي انا عايز استعرض الحاجات الحلوه اللي على الكاونتر، فلقيت النعناع ورايا، فعلى طول شغلت راسي معاه في ان انا استخدمه في المافن بتاعي. شفت الفكره جت منين؟ مجرد ان انا بصيت على الحاجه عملت حاجه حلوه. درجه حراره الفرن عندي 180، دي مكانها فين في الفرن؟ زي ما هي كده، اه بالشكل ده كده، هزه الحلوه دي كده، اه يلا اللهم صل على النبي. مافن بالفراوله بتكنيك عالي بنفس الطريقه، الفراوله بتاعتي بضمن ان هي جوه المافن بتاعي، شايفين المقادير، في قوالب اكبر من كده حسب اللي موجود في السوق، وفي قوالب صغيره الاطفال بيحبوها. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل معايا بتنجان انا بسميها اللحمه اللي هي بالشكل اللطيف، وانا بعشق البتنجان بكل اشكاله بكل الاطعمه بتاعته، هعمله فتره النهارده مع لحمه مفرومه، ومعايا كمان شيش هنعمله مع بعض، سواء نعمله شيش كباب او شيش طاووق او ان احنا نعمله كباب حله زي ما نشوف نعمله مع بعض ازاي، ونتكلم عن حته اللحمه اللي ممكن نشويها بطريقه بسيطه وسهله. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير او تروحوا بيت تابعونا. شفنا البتنجان بالصوره الحلوه بتاعته على الشاشه، اسود اه بس جميل. طب نستاذن حضراتكم مقادير فتت البتنجان باللحمه والطحينه على الشاشه. معانا بتنجان، معانا طحينه، معانا لحمه مفرومه متعصجه ممكن عندك في التلاجه وعصقتيها، معانا زبادي، معانا فلفله حلوه، توم، كزبره، عصير ليمون، كل المقادير دي، بصله ناعمه، هنشوف نعمل ازاي الصلصه اللي هنعمل بيها الفته واللحمه المفرومه. الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه. طبعا معانا عيش محمص جاهز معانا، ده الاساس اهو زي الفل. هنخليه بدنا هنكسره مع بعض ونتكلم عن تحميص العيش لعمل فته البتنجان. معانا البتنجان ده من خير ارضنا، بنشيل طبعا ده كده، في اماره هنا تقول لك ان البتنجان هنا جوه هتلاقي قلب ابيض زي الشيف المغازي كده، أول ما تلاقي الزهرة بتاعته دي خضرة تعرف إن البتنجانية من جوه لونها أبيض. حلو أوي، نفس القصة. في طريقتين نسوي بهم البتنجان، يا إما نحمره في الزيت يا إما نشويه في الفرن زي ما أنت عايز. هنشيل ده كده مع بعضه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا ان احنا نقطع البتنجان. انا من الناس بقى اللي بيحبوا البتنجان ده كده بشكله، يعني يا شيف ما ينفعش اقشر، ما ينفعش اقشر البتنجانيه كلها. اه هو ده الكلام. ايوه بصوا بقى، سالني المخرج سؤال حلو قوي، طبعا ده اخراج، بيقول لي البتنجان القشر بتاع البتنجان بتتحمر ولا لا؟ ربنا لما خلق البتنجان بسماره وجماله ده كده حاجه لطيفه قوي، وسبحان الله البتنجانيه السوداء تلاقي قلبها ابيض كلها، بس السواد ده جمال، فلازم نخلي من السواد اماره في البتنجانيه واحنا بنقطعها، سواء بتعمليه مسقعه سواء بتعمليه دلوقتي فته. حلو الكلام. اه حتى لو هتعمليه مربى، اه في مربى البتنجان. حلو. اخواننا في الهند بيعملوها وتعلمناها منهم زي مربى الايه المانجا كده. اه حلو. اتعمل ازاي؟ تدفع كام؟ زيها زي المانجا، فنجان بيجي طازه ابو قلب ابيض الحلو ده كده، ويتقطع شرايح جميله، وتحط في محلول سكري
مع ماده جيلاتينيه. يا جمال البتنجانيه وقلبها الابيض، ما تجيب البياض ده يا شفيق، ليه حارمني من البياض ده؟ اهو 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 بتسرح مني ما اعرفش بتروح فين. اهو 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 هو ده اهو. حلو اهو، تمام نقطعها كده. قول لي بس اهو، شايفين السواد؟ اهو حلو اهو. نفس القصه دي، كبيره شويه اخوتها كده. دايما احنا ظالمين البتنجان في المسقعه وبس، ليه ما بس زيه زي الكوارع زي العكاوي نعمله فته؟ اه شفت السواد في البتنجان مديله شكل ازاي؟ بالله عليك تخيل الشكل اللي قدام حضرتك ده، اللي هو كله ابيض اللي هو لون البتنجانيه. طبعا انا بقطع بسكينه منشار، خلي بالك هي اللي بتساعدني في التقطيع الحلوه دي كده. لازم يكون عندك في المطبخ الحاجات ديت، سكينه منشار تقطعي بيها توست، تقطعي بيها خبز سندوتشات، تقطعي بيها عم البتنجان ده كده بالشكل ده كده. ناخد البتنجان ده يا عم الشيف، الكميه دي حلوه قوي لان لما تتحمر هتخس شويه، بنقليه في قلب الزيت عشان عندنا شغل كتير لسه النهارده. هوريك دي. حاضر يا فندم، ما تخافش، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بيقول لي المافن اخباره ايه في الفرن؟ انا احط البتنجان في الزيت وناخد بعدينا ونشوف اخبار المافن. هناخد البتنجان ده زي ما هو كده في زيت درجه حرارته عاليه جدا، ونسقطه في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. القلايه بتاعتي بسم الله ما شاء الله مساعداني زي الفل. ما عندكيش قلايه زي دي كده حمريه في طاسه مفيش مشكله، بس لازم زيت غزير كانك بتحمري طعميه. البتنجان من الخضروات لما بتتقلي بتخس شويه، خلي بالك كده. البتنجان جاهز في النار، بننساه شويه، عندنا شغل تاني مع بعض. ايه رايك تبص على الفرن؟ يلا مع بعض نجيب لحظه بلحظه ولاده المافن. بص على الصوره الحلوه اللي انت كنت عايز تقطع عليها وتقول لي نقطع. بص والنبي عليك، بص صلي على الحبيب بالله عليك، العب يا سبك. اهو اهو اهو، على عينك يا تجر، على عينك يا تجر. شفت النعناع الاخضر عامل ايه؟ شفتوا الكلام ده قبل كده؟ مافن جواه نعناع اخضر يا زيزو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ قال لك ايه، نطلع فاصل عشان بتبقى ظابطه. ايه يا شفيق؟ سنه اولى حب. حلو، نقفل الفرن، هو ده، ونهدي الفرن. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نعمل شويه شيش كباب او كباب حله، يسمى شيش كباب لو موجود الاسياخ الخشبيه. بصراحه دورنا عليها ما لقيناهاش. حلو، بنتكلم الصراحه، انا كاتبها في المقادير شيش كباب. هنعمله دلوقتي ايه؟ شيش كباب حله الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده في الحله وده على السيخ. استاذ رحاب هيبقى عندنا كباب حله زيه زي الشيش كباب. الفرق بين ده بيتسيخ وده بيتحط زي ما هو. بس امتى اسوي حته اللحمه وتطلع معايا مستويه وزي الفل؟ ده مهم جدا، لازم نعرف الموضوع ده عشان حته اللحمه تستوي. نشوف المقادير ولا نشتغل يا شباب؟ حبيب هارتي يلا، هو ده شيش كباب او كباب حله. معانا لحم مكعبات كندوز او ضاني حسب الرغبه. معانا في المقادير بصل وفلفل، توابلنا ملح وفلفل وحبهان وهريسه حلوه. نبدا نحط كباب الحله بتاعنا في قلب الحله. زي الفل، تمام. طب انا عايز حته اللحمه تستوي، اعمل ايه؟ زي ما هي كده من غير توابل ولا احط لها توابل، زي ما هي. عينيا. اللهم صل على النبي. هنحط عينيا اهو يا باشا، اهو يا غالي. الفلفل ده خلي بالك هيعمل عمايله في السبايس. هنسيب اللحم كده، بيسموه في بعض المطابخ لحم مجلجل. مجلجل يعني ايه؟ بتلاقيه محمص. لازم نستخدم هنا معلقه خشبيه للتحمير.
بس مش هاجي جنبه غير ان انا احمره كده واسيبه. شايفين حته لحمه؟ عطشان يا سمراني اسقيني محبه وتوابل. هنسيب اللحم في قلب النار ونحط شويه الورق اللورو والصين حبان وعود القرفه الحلو ده كده والمعلقه الخشب كده ونشتغل مع بعض. معانا بصل، معانا فلفل بالشكل ده كده، وده شيش ايه؟ كباب او كباب حله السكينه بتاعتنا. حاضر، عينيا عينيا، ده جاهز، نطلعه على كده زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، تم تسويت الشيش، تم تسويت المافن بتاعنا. نطلعه من النار عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. يلا يا مخرجنا يا جميل، اللهم صل على النبي. حلو قوي. قفلنا الفرن عشان محتاجين له تاني. ونبدأ نقطع الخضار ده مع بعض كده. بالشكل ده كده. عايز اقطعه مكعبات. فما ينفعش التقطيع على الشيب بيقطعها كله مع بعض. ننزل بالفليفله الملونه بتاعتنا. نفس القصه. دايما الخضار بتاع الشيش كباب او كباب الحله بيبقى خضار حي. ما يبقاش الخضار مستوي كله مع بعضه. لازم اماره الخضار تبان. اللهم صل على النبي. تشكيلة فليفلة بقى، يعني إذا مش موجود الأخضر مفيش مشكلة. أهو البصل. نفس الطريقة. توابلك فين يا شيف؟ مش دلوقتي خالص. أهو نفس القصة. اللهم صل على النبي. حلة فيها من خيرات أرضنا. فلفل أخضر. عايز سبايسي حط قطع سبايسي مفيش مشكلة. بس يا ريت تسأل ضيوفك. أنا عاملة النهاردة حلة من الشيش كباب حلة. حابينه سبايسي حط فلفل حار وده اختياري. كل ده مع بعضه يا عم الشيف، كل ده مع بعضه. وهغطي الحله بتاعتي. اللهم صل على النبي. لازم نغطي الحله. من غير اي اضافات. انا هبقى ايه الموضوع هنا بقى؟ انا عايز يحصل تعارف ونسيج ما بين اللحمه اللي بتتحمر تحت مع كميه الخضار. انا مجرد بغطي الحله ميه الخضار دي هتنزل نتيجه التبخير تنزل على اللحم. تقوم اللحمه تاخد طعم الفلفله، طعم البصل، هي دي المدرسه، نقفلها. من غير توابل خالص. تعالوا مع بعض نكمل موضوع الفتة. عندنا طحينة، عندنا زبادي، عندنا لحمة مفرومة، عندنا الروق البلانشة بتاعتنا والروق الدنيا. عينيا نسمع كلام مخرجنا، ناخد بعضينا وهنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للتركية الأخيرة، موضوع ان احنا نعمل فتة بتنجان مع لحمة مطحينة، يعني أوميجا 3، يعني بروتين عندنا البتنجان والالياف بتاعته والبروتين الحيواني، عندنا كمان الزبادي، يعني اعتقد ان الطبق ده فيه كل العناصر اللي تناسب الصغيرين والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا بعمل النهارده كباب الحله او الشيش كباب، بعمله بالباربيكيو صوص. الله، هو ده. شفت الحله بتاعتنا؟ نبص عليها كده مخرجنا ونقلب. يا اخبار البتنجان، العب. عايز البتنجان يتحمر معاك بسرعه، مش عايزاه يشرب زيت،
تلدنيه. يعني ايه مصطلح التلدين بالنسبة لك يا عم الشيف؟ يعني يتحمر نص تحميرة وبعدين تشيليه من الزيت وبعدين تسقطيه تاني. فكرة التعامل مع البطاطس المقلية فرايد. يسيبه في قلب الزيت. شوف مع بعض ايه الأخبار؟ يا حلاوة. بص على الحلاوة بالله عليك. شوف الحلاوة دي هنا كده. بص حتة اللحمة واخدة طعم الفلفلة. تاني عينيا. لو العود القرفة هنا بقول لك ايه. لسه بقى خد الحتة اللي جاية دي. العب بقى العب بقى الباربيكيو صوص. هو ده. دي التوابل بتاعتنا. حتة اللحمة شربت كل حاجة من غير مية. بس التكنيك العالي ده انا انزل باللحمة الأول واسيبها تاخد الصدمة النارية لغاية لما تاخد لون. بعدين اقطع الخضار زي ما شفنا مع بعض بالتساوي. حلو قوي. ونقلب التقليبة دي كمان. ونقفل الحلة بتاعتنا ونودعها. ما تجيب لي المافن بتاع الفراولة ده وتجيب لي تفاصيل الفراولة وهي طالعة من من المافن مبسوطة. شفت اللمعة بتاعت الشيش؟ بص بص ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ هناكل الخضار. هناكل الخضار بطعمه، الفلفل بطعمه، البصل بطعمه، كل ده. ونغطيها على النار ونسيبها. حلو. هنغطيها عينيا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ونكمل حكاية الفتة. شغلها كتير الفتة على فكرة. البتنجان في الزيت. زي الفل. لسه شوية معاه بولة. طبق الفتة ده مكون من خمس حاجات بجد. طبق فيه خمس حاجات مع بعض، يعني واخد مجهود كبير. رقم واحد تقطيع البتنجان وقليه في الزيت. رقم اتنين العيش المحمص بتاعنا اهو. رقم ثلاثة الخلطة بتاعت الفتة اللي هي الزبادي مع الطحينة والخبرة الطهوية. رقم أربعة الشوربة أو البهريز اللي هنشرب بيه العيش بتاع الفتة. رقم خمسة الهبرة اللحمة. حلو الكلام؟ على عينك يا تاجر. خمسة وخميس. حلو. هنشتغل دلوقتي في إيه؟ في الخلطة أو البهريز أو الشوربة بتاعت الفتة. نعملها مع بعض إزاي؟ طاسة على النار فيها قليل من زيت الزيتون مع شدة الحرارة. حلوة مع مكعب من الزبدة. عايز أعمل شوية بهريس حلوين كده ناكل بيهم العيش. ما عندناش شوربة كوارع ولا عندنا شوربة عكاوي ولا شوربة لحمة ضاني. نعمل إيه؟ معانا الشيف المغازي بصلاية ناعمة، فص توم ناعم. اللهم صل على النبي. والكباب واللحمه بتستوي على. انا عايزك تنظمي وقتك في المطبخ زي ما انا شغال كده. الاكل يطلع مع بعض. هتقولي لي عملت الحلو الاول. عملت الحلو الاول ليه؟ عشان ده انا على الشاشه فده هياخد وقت كبير، فانا خلصت منه قدام عينيا وحياه عينيا. بصلايه حلوه، فص توم حلو قوي، قليل من الكزبره الخضراء، معلقه فلفله حلوه، معانا قرن فلفل محترم زي ده كده. كل ده لسه ما جيتش عند الخلطه بتاعت الفته اللي هي الزبادي والطحينه. ناخد ده كده حلو قوي، بناخدهم مع بعض كده. اللهم صل على النبي. تمام. معانا طماطم شيري. ونقلب دول كده مع بعض. الله ايه الحلاوة دي؟ ايه طبق الفتة اللي فيه خبرة طهوية ده؟ بهاراتنا يا عم الشيف، ملح، فلفل، بابريكا، شوية سماق حلوين بما ان البتنجان يحب السماق، شوية كمون لمشاكل الكولون مع البتنجان،
سنه بابريكا حلوه سبايسي عالي ونقلبها. الله اكبر، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. بتعمل من يقول لك الشيف المغازي بيعمل لبن العصفور من مفيش حاجه. في حاجه بتقول لك كده يا شفيق؟ من الشربات فسيخ ولا من الفسيخ شربات؟ معلقه خل صغيره، معلقه خل صغيره، هي دي هي دي هي دي هي دي. واسيب دول على النار. حلو قوي. وعندي لحمه مفرومه، الله، متعصجه زي الفل. وعندي السرفيز اللي اقدم فيه الفته بتاعتي اهو زي الفل تمام. طبق العيله، طبق الطبليه اللي تجمعنا كلنا. فين ايام الطبليه؟ ترجع تاني، الخير هيعمنا والبيت هيلمنا. ناخد العيش ده كده، اللهم صل على النبي. دي العيش المعمر اللي بنجيبه من اي مخبز، بنكسره كده. لا دي مش هتاخد رز يا غالي. بيقول لي دي فته تاخد رز؟ طبعا متعارف على الفته لازم تاخد رز، سواء بنعملها باللحمه سواء بنعملها كوارع، بس الفته دي بريئه من الرز. انا خليك تاكلي العيش ده وتسيبي كل حاجه، انا احنا مخلصين. بس طبق الفته دي في حاجات كتير قوي. نعم حاضر، هفتح. عايز تشوف اللي في الحله انت؟ انت عينك على اللي في الحل، انا عارف. افتح كده وجيب لي اللحمه كده يا شيف وبتاع، واخد بالك انت ازاي؟ والله العظيم ما حطيت ذره ميه او ندعه ميه زي ما بيقولوا. شوف السوائل اللي ده، شفت البهريزه كده؟ شفت بقى حته لحمه زي الملبن، والفلفل بشخصيته اخضر او احمر او اصفر، والبصل من خير ارضنا بشخصيته، والحتة اللحمه من عند الجزار اللي على ناصيه الشارع بشخصيتها. واسيبها، اللهم صل على النبي. نكسر ده كمان. الميزه بقى في العيش ده هياخد في ليفر جامد جدا دلوقتي. نجي للحلة بتاعتنا الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي. يلا خلص الكلام. بص على الحلاوة هنا بالله عليك، بص هنا، بص هنا، لوحة فنية من خبرة طهوية. البتنجان أخباره إيه؟ فلة. اللحمة المفرومة جاهزة، كل ده جاهز. نجهز الخلطة بتاعتنا، الزبادي، مع الطحينة، خلي بالك تعرفي الشيف الشاطر من خلطة الزبادي مع الطحينة والتست العالي عشان تعملي صلصة الفتة. دي طحينة وزبادي. حلو الكلام؟ أول بأول كده نوسع لنفسينا ونمسح كل حاجة مع بعضينا واحنا شغالين كده واحدة واحدة. ثوم طازة، بقدونس مفروم ناعم، اوعى تحط كزبرة، الله يرضى عليك، ازعل منك. خدتينا في ناحية تانية خالص. شوية ملح مع زيت زيتون، بس خلاص نقلب دول مع بعض. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ طحينه، زبادي. قد ايه المقادير؟ واحد كوب طحينه، الكوب اللي عايرت بيه طحينه تحط قباله ست كوبايات زبادي. خلص الكلام. مع بقدونس، مع نعناع اخضر، مع ثوم، مع ملح، مع زيت زيتون، كل دول مع بعض ونخليهم على جنب. حلو قوي. وناخد بعضينا ونجيب الحله دي، يلا نبدا مع بعض. طبق الفته، بص على الحلاوه دي كده، بص على الحلاوه. الله عليك الله عليك يا محترم،
البهريس كله، البهريس كله. ونخلي دول عيسوا. ننزل باللحمه المفرومه. طبق فته للحبايب وبس. شفت اللحمه المفرومه دي كده؟ البتنجان بتاعنا المتحمر الجاهز، اللهم صل على النبي، زي ما هو كده. الله عليك يا عبد الشيف. شويه بتنجان، اللهم صل على النبي، من خير ارضنا. زي ما هو يا باشا. دي لوحه فنيه والله، مكلفاني ثلاثه تعريفه. دي لحمه مفرومه، اللهم صل على النبي، عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، خبره السنين تقدم حاضر. والله بهرم منه يا شفيق، حبيبي يا شفيق والله. بيضعف قدام الصوره الحلوه، زي الشيف المغازي كده لما يضعف قدام اكله حلوه. لسه ما خلصنا، لسه هوريك كباب حله دلوقتي. نروق الدنيا دي كده، حلوه قوي. ونقدم ده كده، اشيل غيرك اقدمه لك كده في مكان حلو. حاضر، زي ما انت، زي ما انت. حاضر حاضر والله. عيش يا باشا، انا هطلع بالاستوديو واسيبك تعيش. بهزر. اللهم صل على النبي. انا هديك صوره دلوقتي احلى من اللي انت شايفها دي، بالله عليك. شفت ليه سايبين البتنجان فيه سواد؟ حلو، عظيمه حبيبي. يلا خش على اللي بعده. اللي بعده عينيا. يا ويلي يا ويلي. قسم بس. شفت الجمال ده كده؟ لسه ما خلصتش. دي الطحينه. اوعي إيه داري الجمال، هو ده. زي الفل. معانا الخليط ده كده. يا ويلي، هو ده. شفت الحلاوه؟ الصوره الاولى ولا الثانيه بقى؟ بالله عليك، بالله عليك يا ولدي. الا اللي في الطاسه ده، قال لك السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. الف انا وشيف اللي ياكل. طبق فته فيه خبره طهويه تفوق المشتريات بتاعته. تنجان، شويه لحمه كانوا في الثلاجه مزنوقين في الفريزر جبناهم، عيش محمص يتقدم هنا بألف انا وشيف. ما تزعلش مني عشان وقتنا خلص. تعال نغرف كباب الحله بتاعنا، اللهم صل على النبي. نغرفه في الطبق الحلو ده كده. يا ويلي، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. هاي انا عارف، اعرف اجيبك ازاي. هو ده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. في شويه لحمه هنا مش عايزين ننزله. ده كلام، ده كلام يا راجل، ده كلام، ده كلام. شوف الحله، ارضيه الحله. اهي اهي اهي. انا بقى عايز دول، عايز دول بقى. والله ما حطيت ندعه ميه. الف هنا وشفا. كباب حله بتكنيك عالي، تفاصيله الشكل ده كده. عدل السفره بتاعتنا دي يا عم الشيف. شويه رز حلوين هنغرفهم كده بسرعه، واحنا بنغرف الرز عشان وقتنا خلص بننهي الحلقه بتاعتنا بتفاصيلها بكل حاجه حلوه فيها. كان باختصار شديد انك تخش المطبخ بتشوف ايه اللي في الثلاجه عندك، تعملي كل حاجه بحب بدون تكلفة، بدون ما تجهدي جوزك. وهات 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 خالص. شوية الرز بتوعنا، اللهم صل على النبي. الرز ده بالزعفران، رز أبيض، رز بشعرية حسب الرغبة، بس لازم يكون في شوية رز كده حلوين عشان كباب الحلة ده بيحتاج للرز الأبيض. زي الفل. عايز أقول لحضراتكم النهاردة السفرة بتاعتنا أو المنيو بتاعنا
في شويه بساطه، شويه سهوله، شويه مرونه، خبره طهويه باقل تكلفه. ممكن تعمل السفره اللي انت حباها، ولكن لازم ما نخرجش عن نطاق الحب. الحب الحب الحب، تخش المطبخ تعمل كل حاجه بحب. يعني رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.